الايام الجايه نخلص مونتاج، لانه مصورين 5 6 ساعات تقريبا، فان شاء الله تكون حلقه خاصه وحلقه هتقول لحضراتكم الحقائق. وحضرتك قاعد تفرج كده، مصر كانوا عايزين المناطق اللي انا كنت فيها ديت تكون هي الاماره. فاكرين بتشوف الاختيار مش كده؟ بتشوفوا السلاح اللي كان بيجي كان بيروح على المكان اللي انا كنت فيها امبارح ديت. التخزين هناك، اللي كان بيجي من بره من جوه، الانفاق اللي اتضربت وبتتضرب واللي بتتعمل وتتحفر، بيوت كان بيبقى فيها انفاق. انت عايز البيت اللي فيه نفق ده بتسيبه؟ لا طبعا مش هتسيبه. مسؤوليه ان انت تدمر كل الانفاق، واي مكان فيه انفاق ايا كان هو النفق ده، جاي لك منه خير، ده جاي لك منه الشر كله، يا ارهابيين جايين يا سلاح جاي، ما كانش بيجي لك حاجه من الانفاق الا الشر بمعنى كلمه الشر. انا كنت على بعد 2-3 كيلو من حدودنا الدوليه الناحيه الشرقيه، وانا واقف في نجع شبانه، في نجع شبانه، النجع ده والمنطقه اللي كنت واقف فيها كانوا بيخطفوا الخونه القتله الارهابيين، يخطفوا الناس من بيوتهم ويذبحوهم في المكان كنت واقف فيه. تجمع امبارح كبير من اهالي نجع شبانه، تجمع كبير من اهالي المهديه، هتشوفوهم واحنا بنتكلم معاهم. قال لك لا يمكن حد فينا كان يقدر يتحرك، حتى اللي قاعد في بيته ما يقدرش يخرج. تتجمع عشرات السيارات وعشرات الاهالي وولادهم، ومعاهم كان بعض السيدات قاعدين في العربيات، طبعا ما نزلوش في الجامع الكبير، ولكن كانوا ده الرساله كانت ايه؟ الناس والحركه والامن والاستقرار يعود. كذبوا على الجميع بره وجوه، وقال لك لن تعود سيناء كما كانت، وكذبوا الاشرار واللي عاونوا الاشرار واللي مولوا الاشرار كلهم كذبوا، وقالوا الجزء ده من سيناء لن يعود الى مصر، الجزء ده خلاص هيتم اقتطاعه، لا جيش موجود فيه ولا شرطه ولا حد، اللي هيتحكم فيه التنظيم الارهابي الاكبر والاخطر، التنظيم اللي اطلق على نفسه بين قوسين التنظيم الارهابي ولايه سيناء، كانوا عايزين يعملوها هنا زي ما عملوها هناك في الشام، عملوها هناك، بس دي مصر لا تسمح ابدا ابدا حبه رمل واحده حد يدنسها. سعدت امبارح وفخر امبارح وانا بقول لحضراتكم اهم حلقه عملتها في تاريخي من ساعه ما اشتغلت اعلام. انا بشتغل صحافه من 83، واشتغلت اعلام تلفزيون من 2000-2001 لحد النهارده. اهم حلقه عملتها، وبالنسبه لي تاني بقول مهما، لانه بالنسبه لي هو ده، انه كان امنيتي السنوات اللي فاتت عايز اروح، عايز اتواجد، عايز اروح المنطقه جيم، لان انا كنت في المنطقه جيم امبارح، المنطقه جيم اللي ما كانش حد يقدر يدخلها الا الشرطه زمان طبقا لاتفاقيه السلام. النهارده قواتنا المسلحه موجوده تواجه الارهاب، وعايز اقول لحضراتكم بيتعمل التنميه اللي في سينا النهارده، خطه التنميه، طول ما انا ماشي من بعد انفاق تحيا مصر خدت النفق، نفق بالساعه 4 دقايق، من اول ما دخلت من فوق لحد ما خرجت الناحيه الثانيه حوالي 8 دقايق 10 دقايق، لكن تحت الميه تحت القناه 4 دقايق. ايه العظمه دي؟ عشان كده اتعملت الانفاق، عشان تعرف تتحرك، وحركه تجاره ضخمه، عربيات النقل على الطريق يا نهار ابيض، ما شاء الله، حركه نقل ايه، وشغل على اليمين والشمال طول ما احنا ماشيين، حفر شغال عشان ميه، حفر شغال عشان صرف،
حفر شغال عشان نبني، حفر شغال عشان نزرع، حفر ومحطات ميه تتعمل، محطات كهرباء بتتعمل، محطات مش عارف ايه تانيه بتتعمل. ايه الشغل العظيم اللي رحت مدينه رفح الجديده؟ حد انتوا تسمعوا عنها صح؟ طب انا رحتها امبارح، رحت انا رفح الجديده امبارح. هتبقى مدينه من الجيل الرابع زي هذه العاصمه الاداريه. انا بكلمك على شمال سيناء. ايوه هيبقى عندهم مدينه رفح الجديده زي العاصمه كده، مدينه ذكيه،